بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مرة كسر دوا ضيا ملك استودوني ذات كتشوك تام كسر وذا جنرال على جاحين ومنطقة الحية وجنرال يوتيوب ما يعيش وافتح البرودكشن حقيقة لو افتيميا وحيرنا لو شيء دولة الحية فضل على كسومالي وحي تري لما أخبري كردات شعبة إن يخو بيسمع ضع أما قبيل إنه هو بقاته والدنبي سيدا اي شاكتي دولة دلحي فدرالك الصومالية وحا عليك اسكو كي قبلا امي ساقبيل او هوبايسان اي اقل مدوك ديكن وحا هوبايسان سعد وحا هوبايسان غير حاجي سليمان وحا هوبايسان عير محايتا هاي سببت اللو ديديو ام الريحان او هوبقاتم حلو ديديان وادر اكتين سوقق فراه بدان اي باشا سعد وأنا أقول لك أن سلمان وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو 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 أن هذا ديدن إن مريحان كل جدارات كأه جلمدك هو كنيس وصمين لو ديدو إن أيهم قاتها وأشكو كي قبل هذا سياسة داسدات كأنت بدن ويكبر ميريا لكن أنا بكبر ميريو خنتا نفتي ميريا ولي بوا حد بقول دورا دات شكتي وحجر أضيع نقمد أو ميديا هلا تجنا سعدي وجود بين دات وح مجرات تبع أيه هو فرب بدن قعتو قاي سيدا درت الوين هو كاسلا كسو قارا مريحان الشرعي قديد يخو أو قرآن يا قبيلة الكلام واشكو كي غبوي مكان كاسا واحد كتوس دولا سونو ولا وحن كرون دول يستاجد دولا نكي غورا ها دجال عد يا أربع كسوة دولا كوا كربي بريه البرشة ما ملي سكر تترجع كهلا فيسبوك كا يا يوتيوب كا يا وليبا أبليكيشن كا تيك توك انت لعق الله ولا قول لي هيك قيب قارو دومينتا يا ويركا احمد عبد الكريم قرقور اكون كاغانا شيك سي لعق لوغوشو قرقور دمبي وقري محلتا محل وايستا وحنا ما دادك الصومالية دري واحد ضرر انت اسنا كو قادر انا نقول قرقور هدو قردرين هاي قردرين يسوق هي اللي مايو لكن هدي لك قردرين هاي حق بوان قول لي هاي ان القرقور كو دفاعه وعن رطو الشهد وانت كريم بلشد وان اي حقيقة لوغاتو ورا اوتهي إنه هذا تقولي شو قبائح لكن ورد هذا أقول أيام يقولوا مكره لما أنتي شلوا هذا كشلوا هذا جرب في يوتيوب كافتحن برنامج وقال مركو يدي شو قالوا فيديو قال إيسان أحمد عبد الكريم قرقر محل وايسان قرقر هو كيلو قبل الغيستين من أنك فوقين عبود واد أيام اللي قرقر شرفت الدم الجديد ما تهوس على التالا هو كان نجاس أما قديارني نيل يبان شلوق اللي رادو يو نينكا او عيسلا اللي رادو عبد الناصر علي عدون ايان رمنا ان اسنو سيدا درتيد عد الله يعدي مضح كرم قادو رجل مدوغن ان قرعنا دورين او دنبين ان بطل كدول مركا ما انتحارتو هل كاسي مريسا هوب كاسي وحان رمنا مريحان اذا وجه يشرف بيكو هيالي ان اذرتو مريحان النور راعو او اد هوب كاسي عبدو وكسو فرفرتو كو مرك الله بعدنا مرك البيش عارم كويتي سنة وحر لا ده حين نبض يوم الله كده بعدين دم بيقول أحمد قرقر قال محوي هاي وحوي رهوب شر عند الرأ حدد كي ما أنت جعنت كل جاي الشباب كهر مستعين إن اللي قدوا لحق وما راح إن لا لا تشتو أو وح على يوح يربع راسه أي حق ولا يهين غير عبدوا عنيا دولهم كم إيه كم أنا نقطعه ما مرة يحب الدفاع عيسى ما هذه ولا كان يجنين هوية ما هذي قول من هرارة ما هذي قول من همان كذيرة ما هذي مياه دفاع عيسى حلي باع نبي عقاها أي الرعية لابو وحويني داد أن دم بلهين دم بدوشو مسارك من إيه كرو كورونا جيسا كتر بي إلهي ما رمطي وجعل ما انتوا دول برين وآخر ما ما انتا دي دمت هاي إنا دم ببير الأضيان لو نقرتوا قرش حقو دي دم قرغر وحال الله يستعى ومحاد مريحان نوغي دفاع عيسى محاد نبضي اللول نوغي دفاع عيسى حداد غير قلب دفاع على هذا دفاع لا حداد ما انت هرتين اللوغو قرغورا برعد مجديد
iyo xasuuq shacabka idin ka hor istaagi doonta majlis wadogtiin xasan sheekh shacab laayo oo ma arko hubkaas kaliya u daran marka qorqorna dhibaatada saahaysata marka allah fududay wax kale leeyahay haba yaraato majlis ummadu runta ha ogaato waxay xilibaanada u qeylinayaan waxay siyaasiyiinta u qeylinayaan waa labadaas arimood oo qorqorka biyadiilay dhinaca kale waxaan daawaday wax kale siyaasiyiin odayaal dhaqameedyo dhammaantood waxay ku celcelinayeen see dad shacaba hub u haysan karaan dowladda federaalka soomaaliya waxay leedahay sidee dad shacaba ay u hubaysnaan karaan macnaha waana mascadana laga haysaya war galmudu qaba ilada degan qaar baaba shuugag fara badan wey oo dowladda shaka ku lahayd maxay dowladdu arki weysay hawiyaha hubaysan ee degan galmudug oo tusay mareexaanka keliya ee daaladka ka ah ee galmudug degan ii sheega qabiilada galmudug degan nan hub ma haystaan miya ma haystaan soomaa waa sacbuuni waxba ma hayna keliya mareexaana hubaysan waxa ay noo sheegayaan 2024 waxaan rabaa farinta inaad reer cabud waqna adiga gaarsiisaan ummaddan aan ku barqaajiyeeyo dadka kale aan u dhalan hawiyada u dhalan daaladda ay ogaadaan marxaladda ka taagan cabud waq in mareexaan la hubeeyo ama ay hub sitaan galmudugna dhaawac ay ku tahay leeda dowladda dhexna dhaawac ay ku tahay haye mareexaan annaga waa ku duuli lahayn berito markaan doonnaan weerar lahayn hadda hadday hub noo wataan halisteeda leedahay marka waa in hub kadhigis ugu sameeya ii sheegi kartaa qabiil hub laga doori karo oo maanta galmudug ku jiro mareexaan ahay maxaa qabiilada kale hubka looga qaadi waaya qabiilada kale sugaga iyo dhishikaha iyo dabajixyada iyo hubka culus ay soo bandhigaan mar walba maxaa looga doori waaya haddii qabiiladaasi aan laga doori karina maxay tahay sababta loo haysta qabiilada qabiilkan degan ee beeshaan sadee mareexa maxaa lagu haystaa dulmigaasi ku nool yihiin horta mareexa maanta markaan idin leeyahay jaansad haysataan mareexaanow dulmiga aad ku nooshihiin iyo dhibaatada laydinku hayo iyo dulmiga weli idinku socda haddaad ka dhiibisaa dee alxamdulilah waa idinla jirnaa haddaad ka dhiidhi weydaan rabbilcaalamiin dhibka uun idinkaa ku jira kuwa laga soo adeegsaday madaxtooyada filla soomaaliya ee ku sugan cabud waaq oo hogaaminayo farteeg waxba yaysan kareen idiin marin idiin naxariisan maayaan weligii reer cabud waaq ma aragteen qof federaalka idinku matalo idiin nahay maanta dadaan idinka leeyahay soomaa inta maanta laydin daraynayo waa inta aad hubka haysataan maalintaad hubka dhigtaan cid idiin baahan haba yaraatay ma jirto maalinta farteeg uu idinka soo adkaado war soomaaliya markhaati ka ahaada war mareexaanka gurbaha jooga kuwa gudaha soomaaliya jooga markhaati ka ahaada farteeg hadduu idinka soo adkaado mareexaana waa idiin dhamaatay cid ku duula idin dhihi maayo hubka maanta aad haysataan sidee laydin tixgelinaya arag xilligan aan kula hadlayo wafuudii ugu sarraysa saraakiil odayaal dhaqameed ee haddoo la ku id maayo siyaasiyiin kuwa aan weligood dhexdaa haweysan in ay tagaan cabuwa ayaa caawa jooga ayaa xilligan jooga maxaad ku mutaysateen waa inta yar ee aad shamshutarka iyo baasuukaha iyo dhishikaha aad hesheen dulmi laydinku hayana u dulqaadan maayo inaad meel mugdiya ku luntaanna u dulqaadan maayo fahma marka haddaad runta u sheegtaan wufuudda joogta cabud waaq ee aad ugaaska go-aankiisa loo hogaansamaado oo ay dowladdu caddayso saamiga aad galmudu ku leedihiinna laydin caddeeyo laydinma dowladayn doona ee waa laydin tixgeli doona laakiin maalintaad hubkan dhiibtaan ogaada waa laydin dowladaynayaa si alaya sida doonta ayaa laydinka yeelayaa waxaadna ku noolaan doontaan nolol daciif ah mareexaan laabo gurnimo iyo gobanimo maanta gobanimaad haysataa yaynan dhicin saacadaha lagu soo aadan inaad gurnimo qaadataan oo farteeg idinka guulaysto oo maanta siduu rabo idinka yeelo yaysan dhicin ilaa iyo hadda go-aanka mareexaan waa boqolkiiba boqol waa boqolkiiba boqol dulmiga lagu hayana waa mid muuqda xildhibaanadan qayla qaaminayana sababtay qorqoor ku haystaan waa un cabud waaq maxaa noola weerari weysay waa maxaa kolonajiiso mareexaana aad been uga sheegi weyday war maxaad been uga sheegi weyday farmaajo
أنت الله يسوعي تس ويكوسا كرنا مرحلة هاي تاجر يحقق الرسم جا وهم كوسو بيدورا برمجة الصور وهديتكم حرام تاعي قناة اليوتيوب افتحنا برودكشن وقناة أهلية بودكاست الصوماليات أو لجيك الدريلة إنتو برمجة كل بيدو كل بيدو نبتكلم.